واخيرا وورزون موبايل نزلت لنا باخر نسخه إلها واللي هي نسخه البتا. طبعا يا اخوي حتيجوا تسالوني هلا شو اللي بيميز هيدي النسخه عن باقي النسخ تبع الالفا. اول شيء بنلاحظه هو تغير الجرافيك الجذري. لك صار يا اخوي الجرافيك مش طبيعي، بتبين الجرافيك كيف صار، خاصه اول ما تنزل كانت الطياره هيك تحسها قريبه من الارض، حاليا صارت ابعد، وكمان بس صرت تقرب على المركبات تحسها نسخه بي سي يا معلم. بس يا اخوان بعد في شويه شغلات، يعني بعد في شويه تكستشر، خاصه التكستشر على اللون الاصفر بعده مش مزبطينه مش زايدينه، وكمان اليو اي في بس تفعله بيبين نفس الشيء كانك عم تفعله من نسخه البي سي، وحتى البلاي ستيشن تغيرت بشكل جذري. ولكن فيديو اليوم رح يكون بجوده 1080، اما يا اخوان فيديو بكره باذن الله يعني حيكون بجوده 4K للمالتي بلاير. انتظرونا بكره يا اخوان باول فيديو 4K على اليوتيوب. ايش حد دايما يوتيوبر يا اخوان اجنبي اسباني، فبدلش نطول عليكم، خير روح على الجيم. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، مشاكم في فيديو جديد على وارزون موبايل. اذا المره عم تشوفنا على يوتيوب لك حط لايك وسبسكرايب وبس، خير روح على الجيم. ليتس جو. بسم الله يا كريم، جيم بلاي جديد لوارزون موبايل على الايفون 13 برو ماكس. طبعا كنت بفضل نشوف الجيم بلاي على الايباد برو، لانه يا اخوان دائما الايباد برو بيعطينا كواليتي واداء افضل. طبعا يا اخوان المميز حاليا بهيدي النسخه اللي هي نسخه البتا صار في عندنا اضافات بالجرافيك. كان قبل الجرافيك خيار الجرافيك انك تغيره مقفل، هلا حاليا صار فيك تغير بالجرافيك، تحطه لو هاي الترا، صار فيك تغير فيه. فبعد لحد هلا ما لقيتش حدا عم يغير، بس يا اخوان هاي 100%، وخاصه يا اخوان انه تسرب من قلب المؤتمر انه الباتل باس كان موجود بقلب اللعبه مخفي. فيا اخوان باذن الله 100% فش منها 99% ولا شيء، 100% بده يتم الاعلان عن السوفت لانش، والسوفت لانش 90% او خلص يعني قالوا هني بال 2028 مش في غير شهر. فباذن الله يا اخوان السوفت لانش رح يكون الشهر الجاي اخر شهر بهيدي السنه سنه 2022. بعتقد الباتل باس رح يكون موجود لانه بالمؤتمر كان موجود، لانه يا اخوان مثل ما بتعرفوا نزل الباتل باس على البي سي، فاكيد بده يلحقوا حاله ينزلوه على الموبايل حتى يكون البروجريشن بين شو اسمه المنصتين متوازن، يعني متوازي مع بعضهم يعني. ف ان شاء الله يا اخوان شو اسمه تنزل اسرع واسرع. يعني انا الصراحه الجرافيك هيك كثير معجبني ومش ناقصه شيء، بس شويه تكستشر يعني بيضيفوها بعدين، واكيد يا ريت لو يزبطوا الاوبتمايزيشن بعد، لانه ما حدا يعني بعد لحد هلا ما شفنا ولا جيم بلاي على اندرويد. على اندرويد هيك شو اسمه يبسطك هيك يعني يلبي لك طموحاتك يعني على الاندرويد. فكله هلا حاليا الجيمات بلاي على الايفون، الاضاءه جدا رائعه، بس يا ريت لو يزبطوا لي شوي شو بسموه في بقلب يعني زبطوا حديت الالوان، الالوان هيك بتحسها كتير فاقعه، مش كتير شو اسمه هيك تحسها يعني مش كل لون اخذ حقه، بتحسه هيك مدري كيف لعبانان ببعضهم. بعد بدات تزبط الالوان اكيد، يعني الجرافيك بالنهايه بعده مش كامل، هيدي بتا مغلقه، بتا لليوتيوبري فقط لا غير، واصلا لعبوها مش على الانترنت، يعني عد هاي عم تشوفوا انتم يا اخوان قدامكم اللعبه ما فيها بينج، بس واصلينهم بلان وصلت ايثرنت عم يلعبوا اوفلاين، فتصوروا يعني اوفلاين والبوتات بقلب اللعبه. يا ريت لو نحصل شي مره بالعالم العربي على بينج محترم مثل كانك عم تلعب اوفلاين. المعلم اللي بيتعود على البينج السافر ما عادش فيه يلعب على بينج ال 100 اللي نحن معودين عليه العالم العربي. فيا اخوان حاليا مثل ما تكون شايفين اول ما عم يقرب على المركبه حتحسوا الجرافيك فعلا بيستاهل كل هالمتطلبات. يعني الجرافيك حاليا في كتير ناس يعني حيقولوا لي الجرافيك مش كتير منيح، يا اخوان انتم بعد ما شفتوش الجوده تبع ال 4K، انتم هلا عم تشوفوا جيم بلاي ب 1080، ولكن يا اخوان بس تشوفوا بكره الفيديو تبع ال 4K يا ويلي يا ويلي يا اخوان بالمالتي بلاير. المالتي بلاير عالم تاني. تكتيكال سبرنت انتوا هلا عم تلاحظوا لانه اليوتيوبري كلهم بعدهم نوبات، ها حتى هو عم ينشغل اليو اي في نفس الشيء بلا نسخه البي سي. فيا اخوان ما فيش حدا عم يستخدم التكتيكال سبرنت لانه اصلا بيعرفوش يستخدموها بعد. اما يا اخوان بكره اللعاب اللي عم يلعب يا اخوان بيعرف يستعمل التكتيكال سبرنت بقلب الموبايل بشكل مش طبيعي، حتى كانه احترف الموفمنت قبل ما تنزل يا معلم. اما هلا هذا اللي عم تشوفوه هلا مش احتراف، ولكن عم نشبع حالنا بشوية جيمات بلاي من الأخ وانسينيتي، فشكرا انه سمح لنا نستعمل الفيديو. الأخ وانسينيتي يمكن هو الوحيد اللي نزل جيمات بلاي رو.
اها ها يا اول مره عم بشوفه عم يستعمل التكتيكال سبرنت. علينا هودي كلهم بوتات يعني بالنهايه. يمكن باخر الجيم اخر جيم باخر الجيم يلاقي شويه يوتيوبري قدامه. بس اللزي لزي تقريبا طريقه الحمل نفس الشيء تبع وورزون 2. فيك تحمل كتير شو اسمه فيك تحمل كتير دروعه ف والدروعه دغري يعني اول بس اول واحدة بياخد وقت والباقي اثنين دغري تشك تشك دغري بيحطهم. هنا سلاح اللانش مان واللي حده اها اللي هو نفس سلاح الام بي 5 قلب وورزون الاولى. اوب 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 حيبلع بالحماس. بلع حرام. هلا عم يفوت على الجولاج يا اخوان. الجولاج نفسه ذاته تقريبا لا الجولاج يا اخوان هون بس حصري لورزون موبايل مش مثل وورزون 2. فنفس الشيء تبع وورزون 2019 مش مثل الجولاج تبع وورزون 2. لانه وورزون 2 الجولاج تبعتنا ضد 2 مش 1 ضد 1. فشو طبيعي يربح بالنهاية اللي ضد بوت. اوكي بعدنا لحد هلا على فكره ما شفناش منظور الشخص الثالث. منظور الشخص الثالث بعده لحد هلا مش مبين ابدا باللعب. بعده ما اعلنوش عنه بس قريبا حيعلنوا عنه. اذا وورزون 2 ما اعلنين على وورزون وورزون 2 اللي هي اللي اصلا مش لازم يكون فيها منظور شخص ثالث فيها منظور شخص ثالث. فاكيد حيكون في منظور شخص ثالث وهذا شيء بيبسطني للصراحه. عندي فضول كتير او بعتقد اصلا متعودين على العاب مثل ببجي موبايل ومثل ببجي نيو ستيت منظور الشخص الثالث رح يجي هون يلعبوا منظور شخص ثالث. فالله يعين. ها هلا هون كنت عم احكي لكم عن التكستشر. لكن التكستشر الصفرة شو زبالي. فيعني بده الشغل تقريبا شوي يعني بس حطينا هيك مثل شقفه هيك بسيطه لانه مزبطين الحشايش ولا مزبطين شيء. في بعض المناطق مزبطه في بعض المناطق مش مزبطه فبدنا ننطر لحتى يزبطوا لنا كل شيء. بالنهايه بعد نسخه بيتا مغلقه ولا حتى بيتا مفتوحه. فان شاء الله يا اخوان بعد شهر بس يعلنوا عنا للسوفت لانش كان كل شيء مزبط. اي وراه سلام على التكتيكال سبرنت. طبعا لك اللي متعود على العاب البي سي اول ما يلعب ورزون موبايل رح يحترفها دغري رح يكون عارفين الاساسيات. ايه كنت عم نحكي على صغره شغله منظور الشخص الثالث. بده يكون في منظور شخص ثالث ما بعرف كيف بدهم يلحقوا يخلوا انه هني وعدونا يكون في 120 لعاب بقلب اللعبه. ف 120 لعاب حقيقيات ما بعرف كيف بده يلحقوا. في مالتي بلاير في مودرن في شو اسمه في مودات كتير من المالتي بلاير وفي عنا باتل رويال منظور شخص اول وثاني وفي عنا ديو في عنا منظور شخص ثالث. ما بعرف كيف بدهم يخلوا ما يكونش في بوتات. فاللي بيعرف يقولنا شو كيف بتتوقعوا حتى خاصة الفيكتوري مغيرة. فبس يا اخوين هذا هو الجيم بلاي تبع اليوم. اذا ما عم تشوفني على يوتيوب لك حط لايك وسبسكرايب وبس سلام.